نحن في حاجة إلى وقفة عند هذه إشكالية المجتمع المدني، وبالخصوص بالتدقيق القانون الجمعيات، وضع ديال القانون الجمعيات والممارسات اللي الآن مرتبطة بهذا القانون. فكما تعرفون هناك تاريخ 58 قانون الجمعيات، 73 تشديد المراقبة، بغيش نقول القبضة، تشديد المراقبة على الجمعيات، 2002 تبسيط المساطر، ما نضخموش التغييرات اللي وقعت في 2002، ولكن تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بنشأة الجمعيات وبعض الجوانب الإدارية، يعني تبسيط الإداري جزئي. 2006 وضع مراقبة على التمويلات الدولية اللي مصدرها خارجي، وثم جاء دستور 2011، والدستور ديال 2011 لأول مرة يدخل الجمعيات المجتمع المدني كفاعل أساسي بعد ذكر الأحزاب السياسية. النقابات كانت إلى حدود الدساتير السابقة، إلى حدود 2011 كانت فقط هذو هما الفاعلين المؤسساتيين المعترف بهم، وإذا به يدخل المجتمع المدني كفاعل أساسي في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها. وبالتالي كنا في حاجة إلى مطابقة، ماشي فقط غير الدستور، مطابقة القانون لما جاء في الدستور، وخاصة هذا الدخول الواضح القوي للساحة العمومية، مراقبة المشاركة في بلورة السياسات العمومية وفي تنفيذها وفي تقييمها، كان يحتاج إلى مراجعة جوهرية للقانون. يعني كان واضح بأن كاينه حاجة للمراجعة ابتداء من 2011. بعد 13 سنة ليس هناك جديد في هذا الباب، بحيث بقي الغموض حول كيفاش غتكون هذه المراجعة، هذه المشاركة ديال الجمعيات، كيفاش غتجسد، شنو هما المقاييس ديال التمثيلية في المؤسسات ديال الحكمة، الباب الأخير ديال الدستور إلى آخره. أشياء كثيرة كانت تنتظر المشرع، ولكن إلى حدود اليوم وكأنه لم يطرأ أي تغيير، كأنه هذاك الشيء اللي جا في الدستور ما كاينش، لم يؤخذ بعين الاعتبار. في السؤال اللي مطروح، كيفاش يمكن يكون قانون الجمعيات مطابق للدستور وللقوانين الدولية اللي صادق عليها المغرب؟ هو صادق، بغينا ولا كرهنا صادق، واش زرب في المسابقة، لكن هذا الآن واقع صادق على الكثير. ومع ذلك كيتطرح السؤال، كيفاش يمكن يكون هذا القانون؟ فيما يتعلق بالمقاربة القانونية، النقطة الأولى ديالي، فيما يتعلق بالنشأة، أولا كاين هناك مبدأ الشرعية، شرعية نشأة الجمعيات، بحيث أنه ملي كيدوز واحد الوقت الجمعية موجودة، ولكن حولنا كاين مشهد غريب ديال عدد الجمعيات اللي وكأنها مجمدة، لا تستطيع الحركة، ما عرفاش وضعيتها بالضبط،
الوصل النهائي لم تتسلمه، وهذا يعني الكثير، يعني الآفاق مفتوحة لكل الاحتمالات فيما يتعلق بالتسيير. كذلك مفروض أنه يجب تبني قواعد وبنيات ديال التدبير بشكل سلس، بشكل كذلك ما فيهش تقييد، ما فيهش حواجز، ما فيهش تضييق. ولكن كتعرفوا كذلك الإشكالات اللي كاينه فيما يتعلق بالولوج إلى الموارد بالنسبة لتسيير هذه الجمعيات، هذا مشكل آخر. مشكل ديال الوصول للتمويل والحياة عادية. المقاربة القانونية واضح بأنها غير كافية، وبأنه فيما يتعلق ملي كنشوفوا القضاء الإداري حول الجمعيات والأحكام التي صدرت حول للجمعية تقدمت فيها المحاكم ضد جهات إدارية، ما مشاش بعيد هذا القضاء، ما مشاش بعيد وبقى محدود جدا. وبالتالي أي تفكير في قانون للمستقبل، المرحلة المقبلة، دائما متفائلين كاين إمكانية ديال تشريع أفضل ووضعية أفضل للجمعيات. واضح بأنه نحتاج إلى مقاربة اللي هي أوسع أرحب بالنسبة للأوضاع المجتمع المدني المعترف بها كفاعل أساسي في الحق العمومي. فنحتاج الآن إلى تصور اللي كيعطي مكانة ودور كبير للمجتمع المدني. ولكن في هذه المؤسسة كتعرفوا يعني أحسن من أي واحد من أي فئة، كتعرفوا أشنا هي درجة ما سميناه في الأدبيات ديال هذه السنوات الأخيرة بالديمقراطية التشاركية، والحواجز الثقيلة لما لا تناسب روح الدستور كما تم التفكير فيه في المنطلق، اللي هي تشجيع المشاركة. الحواجز اللي كاينة الآن، أنا غير كندخل الموقع ديال المشاركة ديال النيس ديال البرلمان وكنشوف هذيك الأرقام لا زالت محدودة جدا ديال هاد المبادرة الشعبية، المبادرة الشعبية في التشريع. مثلا الأرقام اللي كاينة في الموقع دالة بشكل 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 جيد. بالتالي لازلنا نحتاج إلى نشر ثقافة ديال المشاركة ديال الديمقراطية التشاركية، وديال إعادة انتشار ديال الرابط الاجتماعي والمدني بشكل أقوى، لأنه كأن هذيك الفكرة ما دازتش. يلا عرفات هذيك الضفرة ديال 2011 والأحداث اللي كانت في 2011 والتعبئة التي كانت في 2011، وكأنها انطفأت ورجعت السلوكات ورجعت يعني التوجهات اللي كانت سائدة من قبل. ف يعني ما أريد أن أقوله هو بالإضافة للمقاربة القانونية بالتدقيق يمكننا نفصلها في النقاشات، نحتاج إلى مقاربة الآن بنفس سياسي اللي هو أقوى حول مكانة المجتمع المدني
وهذاك الموضوع واخا كيبان بانه استنفذ وفيه تضخم ديال المداخلات وحسن الكتابات، راه باقي ثقافه الديمقراطيه التشاركيه باقا ما لقاتش مكانتها في العقل السياسي المغربي. اخر نقطه والساده اللي هي السياسة العمومية المرتبطة بالمجتمع المدني. الحاجة ذاك المادة 12 ديال الدستور، المشاركة في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتطبيقها تحتاج إلى سياسة عمومية مطابقة، اللي هي تفترض دعم المجتمع المدني، وضع أولويات في العلاقة مع المجتمع المدني، إعطاء يعني الإمكانات المادية والرمزية التي يحتاجها هذا المجتمع المدني، وبالرهانات ديال الثقة ما بين الدولة والمجتمع. سياسة عمومية، هل هناك سياسة عمومية موجهة للمجتمع المدني؟ الجديد هو أنه من بعد 2011 نشأت وزارة ديال مكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ما بين الحكومة والبرلمان، وشي حاجة ما بقيتش عارف الآن موقعها. والمجتمع المدني في جبري الله كاين تصغير مع الولايه السابقه حيت كانت واضحه، والمجتمع المدني دابا هذاك المجتمع المدني ما فين مشى، ما فين. وبالتالي مساله السياسه العموميه، الحاجه الى سياسه عموميه اللي غادا في هذا الاتجاه، واللي غادا في اتجاه ديال مطابقه الاعلانات والمواثيق الدوليه الخاصة بحقوق الإنسان، وبالتدقيق بالحق في تكوين جمعيات والعمل على أساس تنظيم المجتمع المدني بشكل أو آخر. إذن هذو ثلاثة نقاط: المقاربة القانونية بتفاصيلها، يمكن نرجعوا نقطة بنقطة شنو يمكن يكون في هذا القانون بالنسبة لما نسجله في الواقع حاليا. مقاربة سياسية، مازال محتاجين النفس السياسي في هذه المسألة ديال المجتمع المدني وموقعه ومشاركته. وثلاثة، سياسة عمومية، الحاجة إلى سياسة عمومية مرتبطة بكل ما يتعلق بالمجتمع المدني. شكرا على انتباهكم.